أنا كنت نشيطة مع الدكتور نبيل رزق اللي بحييه جدا على الفكرة العبقرية الجمعية بتاعت جمعية أبناء زمن الفن الجميل اللي هو فعلا جميل، وهاخد جايزة تكريمية كده بقى. عارفة يا نونو هيبقى عند بقى الجايزة 9 دي، ولو النايل دراما ما كانوش حجبوا عني الجايزة كانت 10، بس هم حجبوا وعندهم حق انه اللي ما يجيش على النايل دراما ما يحضرش ما ياخدش الجايزة بتاعته، من حقها إناس عبد الله ما ياخدش الجايزة. دي الجايزة التاسعة إن شاء الله. عن أماهير، عن الساحرة، عن حضوري، عن نشاطي 2015، يا رب كده 2016 تبقى بنفس القوة بنفس العبق بنفس النجاح. ياه، مين مننا ما مش نفسه يكون في ضمن يعني الباقة الرائعة من العبقرة، كل واحد بلون وبنكهة، مفيش كومبارس حتى، مفيش حد قال كلمة إلا وإحنا حافظين الكلمة بتاعته، وده دليل نجاحهم وقد إيه تعبوا على كل جملة وعلى كل حركة عملوها. الحقيقة لما بتشوفيهم يعني قدامنا في الأفلام الأبيض والأسود أحيانا بتكسف من أفلامنا أو بعض أفلامنا، في أفلام كويسة لكن معظم الأفلام بتاعتنا زي في بايخ، بتحضر الفيلم مرة وتاني مرة ما بتحبش تشوفه. أفلامهم مخلدة لأنه أفلامهم مش نكتة بايخة، مش إفيه، هي أكتر من كده، هي جهد، هي بني أدمين ما كانوش بيعملوا حاجة غير بيخلصوا لفنهم. كل سنة وهم طيبين أولادهم وأحفادهم اللي موجودين معنا، و2016 أتمنى أن تكون سنة خير وازدهار، وربنا يحملنا السيسي ويخلينا مصر وجيش مصر.